احتفل الفنان حمد هلال الجمعة 5 أبريل بانتهاء تصوير مسلسل المداح أسطورة العودة الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وكشف صناع المسلسل عن مفاجأة استعدادهم للموسم الخامس من العمل وذلك بعدما حقق نجاح كبير على مدار أربع مواسم متتالية في رمضان وتداول مقطع لصناع المسلسل وهم يحتفلون بانتهاء التصوير وظهر في الفيديو المتداول انه يتم التحضير الى الجزء الخامس من العمل دون تاكيد من صناع او ابطال المسلسل المعلومه حتى الان وبدأت الحلقة بمقابلة مليكة صهر الصايغ مع تامر شلتوت ليتفقوا على صابر حمد هلال وتتوعد مليكة بالانتقام والشر له ولعائلته ويطلب سميح فتي عبد الوهاب الزواج من رحاب هبة مجدي ويمثل عليها الحب لكنها تؤجل الخطوبة والزواج بسبب مشاكل منال شقيقتها دنيا عبد العزيز مع زوجها زين محمد عز